وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم اهلين وسهلين كل عام وانت بخير ابو احمد شلون احوالك ابو وسيم عراسي ابو وسيم لك على راسي والله عراسي ابو وسيم عراسي لك ما عم تزبط امورنا طيب. ما عم تزبط امورنا يعني لك تسلم ايه حلو حيو يعني ليش انت بس اخذ اللقب انه ابو حسن الزعيم ابو الحسن الزعيم منين اجى هذا ابو حسن الزعيم ابو حسن بباب الحرى ابو حسن ابو حسن بباب الحرى الزعيم اللي بيسلح ثوار بيسلح ثوار ابو حسن العمر قديش هلا ابو احمد البركه 88 الصلاه على النبي الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك كم حفيد كم حفيد عن هو امبارح كان في المستشفى قالوا لي ايه وصوروني وعملوا لي تحقيق عام وتخطيط قلب طلع قلبي قبل 20 سنه تمام كم حفيد عندك ابو احمد قلبي قبل 20 سنه هلا الحمد لله رب العالمين يعني حوالي 100 150 110 ولادي مع الحوتة أبيضا حافظ 115 حافظ شعر أبو أحمد يا من خصابا على وريد إبراج أنت سعودك على فوق القصود إبراج قوم ليجوك مضب من نكروا إبراج أما ليجوك برضا فازوا من النجم حتى الفيلم والذكرى أيضا فكت النجم أنت الأمر مستمع والعالم كله حولك نجم حتى سوريا فلا فتجعد إبراج الله اللي بتتذكر زيتونات ادلب وبساتين ادلب بتذكر شو ما بتذكرن هوني عندي دار هوني عندي دار فيها كلها زيتون كلها ورد جديدة كلها ورد 600 متر كلها ورد هون برا عندي ايه بالدار ايه على الموبايل بيقدر يرجينا اياهم مصطفى راب صور هون عندي صور عندي هوني اوه يا سلام يا سلام يا سلام ما احلى العرق الاخضر والله الله 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 عامله جنة والله والله عامله جنة ليك ليك زيتون وكل شيء حلو منيح منيح البيت هيك واسع والله ايه هلا الله صوت 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 عليك صاحب البيت؟ لا 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 أه؟ شوفوا وينه؟ بيحكي عربي؟ أبو أحمد؟ لا هو بيته فوق بيت بيت خارج لا مو تحت أبو أحمد ليك يا أحمد طلع لحد ولفوق حتى أبو أحمد؟ طيب أبو أحمد الصلاة على النبي الصلاة على النبي أبو أحمد هذا هو صاحب البيت ان شاء الله كل عام وانت بخير انت بخير هذا ابو احمد هذا مثل ولدي هذا حميد اس ايوه هذا صاحب البيت بيحكي عربي كيفك يا ابو احمد كيف صحتك الحمد لله كيفك كيف صحتك الحمد لله رب العالمين والله الله يسلمك كثير ابو احمد جحجاح مدح منك وكثير مبسوط انه هو انت وياه جيران طبعا من 10 ل 40 يوم صار منهم صار 4 سنين يا امي الحمد لله ممنين من بعضنا مثل ابويا حلو مثل ابوي وعز من ابوي المحل بيالو يا ابو وسيم نعم هوني ابو احمد مثل ابني طيب ما طيبين يعني انا كان بيت الابنش مين اقوى غير البعثيين؟ انه البعثيين هن استلموا الحزب الحكم بس مين اقوى؟ اي حزب اقوى غير البعثيين؟ الناصرين اكثر شيء ايوه الناصرين جمال عبد الناصر اجى على ادلب ما اجى على ادلب جمال عبد الناصر وشفته؟
اجلك اجات اعتناد اجات اعتناد شفتوه اجات اعتناد ايوه شفتوه اجات اعتناد يلا شفناك بخير وان شاء الله كل عام وانت بخير ابو احمد ونشوفك دائما طيب وهيك صحتك وعافيتك وحكياتك وكلك ظريف والله يا ابو حسن شفناك بخير طمنا عليك والله مع راسك حبيبك بخير الله يطول عمرك ويخلينا لك ريحنا يا ابو وسيم الله يسلمك الله يطول عمرك ويخلينا لك ريحنا يا ابو وسيم تسلم عليك بالغالي هلا حبيب عليك بالغالي الطيب ان شاء الله احترم صاحب صديق صديق صدوق سلامة صديق صدوق على راسي والله ابو احمد على راسي اهلين اهلين بروحي سلامة مع السلامة شكرا 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 لك الف شكر الف شكر لك على المقابلة شكرا لك جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم